بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لصلاة المقنطرين في ليلة الجمعة. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، لذلك روي عن عبد الله بن عمر أنه من مات يوم الجمعة جرى عليه القلم، أو جرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يعني عمله يفضل شغال لغاية يوم القيامة، وجاء يوم القيامة مع الشهداء. لذلك روى الإمام المتقي الهندي حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، والإمام الدارمي من حديث أنس بن مالك: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحهم في يوم الجمعة أفضل من ألف من أفضل أفضل من ألف تسبيحة، وركعتان في يوم الجمعة أفضل من ألف ركعة. ده معناه إيه؟ معناه أنت أي عمل بتعمله في يوم الجمعة يتضاعف ثوابه ألف ضعف، أكتر من ألف ضعف. طب تعالوا نشوف ثواب صلاة الفجر، وروي أيضا: ليس أحب إلى الله من صلاة من ليس أحب إلى الله في الصلوات من صلاة في من صلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة. تعالوا نشوف صلاة الفجر في الايام العاديه ثواب قد ايه، وفي يوم الجمعه ثواب قد ايه. ما اظنش ان انسان هيسمع الكلام ده هيسيب صلاه الفجر يوم واحد في الجامع الا بعذر قهري، خصوصا يوم الجمعه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، هذا الحديث رواه ابن خزيمه في صحيحه: من قام في ليله بعشر ايات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام في 100 ايه كتب من القانتين، ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين. يعني بيقوم بألف آية، وفي رواية تانية: من قام بألف آية إلى 500 آية كتب له قنطار من الأجر. إيه هو القنطار؟ سأل معاذ بن جبل في الحديث الصحيح: ما هو القنطار يا رسول الله؟ قال: القنطار 1200 أقية، والأقية خير مما طلعت عليه الشمس، وخير مما بين السماء والأرض. العلماء ما قالوا إيه معناها إيه؟ قالوا معناها الأقية دي فلوس. قالوا معناها لو واحد عنده قطعة أرض وباعها وتصدق بثمنها، قطعة أرض مساحتها قد الكرة الأرضية كلها، وباعها وتصدق بثمنها أو جعلها وقف لله، دي بتساوي دي الاقيه الواحده افضل منها عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني معناها لو انت عندك قطعه ارض جعلتها وقف لله سبحانه وتعالى، فدي ما تسويش اقيه واحده. طب اللي عنده قطعه ارض وجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضه بمساحه زيها او اكتر منها بكتير في الجنه. طيب ده القنطار بيساوي 1000 و1000 1200 اقيه، مش اقيه واحده، يعني ادي مساحه الكره الارضيه كلها 1200 مره. مساحة الكرة الأرضية كلها 0.566 مليون كيلومتر مربع. اضرب الكلام ده في 1200 يعملهم حوالي 600 أو 700 مليار كيلومتر مربع، ده ثواب القنطار الواحد. يعني انت لو صليت بألف آية أو بخمسمائة آية في ليلة، ودي ما بتاخدش ساعة أو ساعتين، بتاخد ربنا يزيد ميراثك في الجنة حوالي 600 مليار كيلومتر مربع بلا مبالغة. طب من صلاة الفجر ثوابها ازاي؟ روى عن عثمان بن عفان في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. الرسول ما قالش الليلة بس، قال كله. طب انت في ساعتين بتقرا 1000 آية، امال لو وقفت على رجليك زي ما كان زي ما سيدنا عثمان بن عفان كان بيعمل، ويصلي في ركعه الوتر واحده بس بيقرا القران كله من الاول لاخره، والحديث صححه الامام السائب، تاخد قد ايه؟ في زماننا احنا لو واحد واقف على رجليه طول الليل ما نامش هيقرا مثلا 10 اجزاء او نص القران، يعني نقول 3000 ايه، يعني 3 قناطير، يعني حوالي اضرب يبقى اذا اضرب الكلام ده يبقى 1500 او 2000 مليار كيلومتر مربع زياده في ميراثك في الجنه لما بتصلي الفجر في الجامع في الايام العاديه. ده غير غير النور العظيم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام، كما وفي روايه من النور العظيم يوم القيامه. البشرين في الظلم يعني الناس اللي تمشي للمساجد في صلاه الفجر وصلاه العشاء في الايام العاديه. صواب اي عمل صالح بيتضرب في 1000 اكتر من 1000 يوم الجمعه. فبس اذا كانت صلاه الفجر بتزود ميراثك في الجنه في الايام العاديه 2000 مليار كيلومتر مربع، اضرب الكلام ده في اكتر من 1000 يبقى 1000 2000 مليار، يعني 1000 1000 يعني مليون، يعني 1000 1000 2000 مليار، 1000 1000 يعني مليون، يعني 2 مليون مليار كيلومتر مربع بلا مبالغه. ده ثواب صلاه الفجر في جماعه في يوم الجمعه اللي بيضيعها اكتر الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. ف يا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي يواظب على صلاه الفجر في جماعه، ويواظب على صلاه المقنطرين. صلاة المقنطرين لو انت صليت في الليل، لو انت صليت بالليل قرأت سورة الإخلاص 250 مرة وزعتها على أربع ركعات، يعني تقرأ بعد الفتحة
تقرا الفتحه وتقرا سوره الاخلاص مثلا 60 مره في 4 مرات، يبقى انت كده 240 مره والفتحه، يبقى انت كده قريت 1000 ايه. طب ده هل ده جائز؟ ده جائز ومستحب. الحديث صححه الامام الالباني: من قرأ قل هو الله احد 100 مره 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنه، ومن قرأها 20 مره بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مره بنى الله 3 قصور. قال: اذا نكسر رسول الله؟ قال: الله اكثر واطيب. والحديث يحتمل دخل الصلاه وخارج الصلاه. يؤكد هذا الحديث حديث الامام البخاري، وحديث صحيح، ان في صحابي عدى على صحابي سمعوا في البيت بيقرا بصوت الاخلاص طول الليل وهو بيصلي، فكانه استقلها. فلما قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده انها لا تعادل ثلث القران. الرسول اقر هذا صحابي. يبقى انت لو قريت ب1000 ايه بالليل في سوره الاخلاص بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي، هيكتب لك قنطار يضرب في 1000، وهيكتب لك اكتر منه بكتير لو صليت الفجر في جماعه، اكتر منه بكتير. يبقى هتزيد من راسك ملايين المليارات من الاميال كل في يوم الجمعه لصلاه المقنطرين بالليل وصلاه الفجر في جماعه الصبح. كل قولي هذا، استغفر الله.